Radio Exterior de España. البث العربي. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. هنا مدريد، القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. اليوم نمضي معكم في مساحة حرة، حيث برنامجنا التفاعلي الذي نقوم بالرد فيه على أسئلتكم ونقوم بنشر مساهماتكم ومشاركاتكم. نلتقي بعدها ببرنامج حول العلم والعالم، والذي نشير فيه إلى الإنجازات العلمية والطبية وآخر أخبار التكنولوجيا. القسم العربي في إذاعة إسبانيا الخارجية يقدم حول العلم والعالم، علوم واختراعات وتطورات في عالم الطب والتكنولوجيا، من هنا من إسبانيا ومن العالم أجمع. أصدقائي والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حول العلم والعالم. معكم من الاستوديو أحمد يميني والهندسة الإذاعية ميكيليون. عن موقع للعلم، الطبعة العربية لمجلة ساينتيفيك أمريكان، بقلم محمد منصور. تمكن فريق بحثي صيني من وضع حجر أساس لحل مشكلة فقدان الرؤية الناجمة عن الأمراض التنكسية الشبكية، والتي تؤدي إلى فقدان الرؤية بدرجات متفاوتة تصل إلى العمى الكامل، ويعاني منها ملايين البشر حول العالم. ووفق دراسة نشرتها مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، فقد نجح الباحثون في إعادة البصر لفئران عمياء عبر زراعة مستقبلات ضوئية اصطناعية مصنوعة من جزيئات نانوية مكونة من الذهب وأكسيد التيتانيوم. وطور العلماء مصفوفة ضوئية متناهية الصغر مستوحاة من هيكل المستقبلات الموجودة في شبكية العين، وقاموا بزرعها في خلايا العقد الشبكية لفئران تجارب مصابة بالعمى، ما مكن تلك الفئران من رؤية بعض الألوان كالأخضر والأزرق، إذ استجابت بردود فعل رصدتها الدراسة للأضواء الساطعة والخافتة على السواء. يقول الباحثون إنهم رصدوا رد فعل الفئران تجاه الضوء عبر اختبار سلوكي يشمل تعرض الفئران لصدمات كهربائية تالي الإشارات الضوئية. ووجد الباحثون أن الفئران التي زرعت لها المستقبلات الضوئية تقفز عقب رؤية الضوء، في حين تبقى الفئران الأخرى التي لم تزرع لها الأقطاب في أماكنها، ما يدل على أن العينة التي خضعت لزرع المستقبلات رأت الضوء وربطت بينه وبين حدوث الصدمة الكهربائية، ما دعاها لحماية نفسها بالقفز من المكان الذي تتوقع حدوث الصدمة به. تعد شبكية العين أحد الأنسجة الحساسة للضوء، تقوم بنقله إلى الدماغ عبر طبقات متعددة من الخلايا العصبية، ويمر الضوء عبر الشبكية التي تميز الألوان والضوء والظل، وتقوم بنقل المعلومات إلى العصب البصري في مؤخرة العين، والذي بدوره ينقله إلى الدماغ لتفسير الصورة. وبسبب الأمراض التنكسية الشبكية مثل التنكس البقعي أو التهاب الشبكية الصباغي، يتدهور بنيان الأنسجة وتموت الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين، ما يفقد المريض الرؤية بدرجات متفاوتة قد تصل إلى مرحلة العمى الكامل. وتشير الدراسة لأن الباحثين تمكنوا من تطوير مواد تستجيب للضوء وتعمل كمستقبلات اصطناعية تربط بين شبكية العين والعصب البصري، وتستطيع أن تنقل الضوء بكفاءة، ما يعد حلا واعدا للمصابين بتلك الأمراض. يقول جياي زانغ من جامعة فودون في شنغهاي والباحث الرئيسي للدراسة في تصريحات للعلم، إن زراعة الأسلاك متناهية الصغر التي تعمل كمستقبلات ضوئية في شبكية الفئران المصابة بالعمى أحدثت ردود فعل بصرية لديها، وهو الأمر الذي قد يكون صالحا لعلاج البشر المصابين بأمراض الشبكية. ويضيف
أن نتائج الدراسة تسلط الضوء على إمكانية تطوير جيل جديد من مستشعرات الضوء الاصطناعية التي يمكن زرعها داخل الشبكية. وتتمثل الخطة التالية في تطوير مجموعة من تلك المستشعرات بحيث تكون حساسة بدرجة أكبر بما يتيح لها الاستجابة للون الأحمر. ويعمل زانج أن يواصل فريقه البحثي جهوده لإيجاد طريقة لزراعة تلك المستقبلات داخل أعين البشر الذين يعانون من العمى، قائلا: لا يزال الطريق طويلا، ولكننا تمكنا من قطع الميل الأول. البحث عن أدوية وقائية للمسنين بقلم هبة حسين. في عام 2005 من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص فوق سن 60 في العالم إلى 2 مليار نسمة، أي ما يوازي 22% من تعداد السكان. هذا الرقم الكبير مقارنة ب 12% في عام 2015 يعني الحياة لسنوات أطول تحت عبء الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل والسكر من النوع الثاني والسرطان والزهايمر. ففي أوروبا مثلا متوسط العمر المتوقع للنساء التي ولدنا في 2014 زاد بمقدار 1.6 سنة عن اللواتي ولدنا في عام 2006، أما للرجال فقد زاد بمقدار 2.3 سنة. وتركز الدراسات الخاصة بالمسنين على متوسط العمر بدلا من نوعية الحياة والتمتع بصحة جيدة، الأمر الذي أثار انتباه عدد من الباحثين من جامعات عالمية رأوا ضرورة البحث عن علاجات تزيد من سهولة تكيف هذه الفئة مع تعدد الأمراض المرتبط بالتقدم في العمر. نهج جديد ومختلف اتبعته دراسة حديثة نشرتها دورية نيتشر العلمية اعتمدت على مراجعة شاملة لأكثر من 400 دراسة أجريت على الإنسان والحيوان بمشاركة 13 باحثة من عدة دول أوروبية ينتمون إلى تخصصات مختلفة، وهي طب المسنين والأمراض العصبية والكيمياء الحيوية والأحياء والصيدلة والميكانيكا الحيوية وعلوم الجينات. وتشدد إلاريا بيلانتونو الأستاذ بمركز أبحاث التهاب المفاصل بجامعة شيفيلد بإنجلترا في تصريحات للعلم على ضرورة البحث عن نهج مختلف خاصة مع تزايد أعداد المسنين حول العالم، إذ يعالج حاليا كل مرض على حدة وفق قولها، ويضطر المريض الذي يشكو من عدة أمراض إلى تناول كم كبير من الأقراص، وقد يتضارب مفعولها بحيث يؤدي إلى مزيد من الأعراض الجانبية. لهذا اقترح الباحثون استخدام عقار واحد يمثل وقاية ضد الإصابة بالعديد من الأمراض التي تصيب هذه الفئة. ومع التقدم الكبير في فهم التغيرات الفسيولوجية لدى المسنين خلال العقد الماضي، فإن استعراض هذه الدراسات نبه إلى وجود آليات متماثلة وراء حدوث 6 مضاعفات، منها تلف جزيء الDNA الذي ينجم عادة بسبب الشوارد الحرة وشيخوخة الخلايا، مما يجعلها تتوقف عن الانقسام وتبدأ في إفراز عوامل التهابية أو يحدث لها التهاب ذاتي. تعلق على الأمر بأن هذا ما يفسر كون من هم فوق 65 عاما أكثر عرضة للإصابة بأكثر من مرض في وقت واحد مقارنة بالأصغر سنا. في هذا الإطار أشارت الدراسة لأن هناك مجموعة من العقاقير يطلق عليها أدوية وقاية ضد الشيخوخة يمكنها إبطاء معدل الشيخوخة وتأخير ظهور الأمراض المتزامنة المرتبطة بالتقدم في العمر، مما يزيد من قدرة المسنين على التكيف مع حالاتهم الصحية، ويدخل في نطاقها بعض الأغذية والأدوية والمكملات الغذائية. وفي تجارب على الحيوانات ثبت أن هذه العقاقير مثلت حماية ضد مشكلات القلب والعضلات والجهاز المناعي. في عام 2014 سجل الباحثون نتائج أول تجربة إكلينيكية لأحد هذه العقاقير على الأشخاص فوق 65 عاما بنجاحه في زيادة رد الفعل المناعي لمصل الإنفلونزا. ويوجد حاليا أكثر من 200 مركب جرى تصنيفها كأدوية وقاية ضد الشيخوخة، ولكن لعوامل عديدة لا يسمح بإعطائها للمرضى.
تصنف بيلانتونو ثلاثة أسباب تحول دون وصول هذه الأدوية للمرضى. السبب الأول فني، إذ أن الإطار التنظيمي لاعتماد العقاقير لا يسمح باستخدام المرضى لها في إطار تجربتها إكلينيكيا بهدف تحسين أعراض الشيخوخة والضعف وتعدد الأمراض. وتضيف: الأدوية المستخدمة حاليا لمرض بعينه مثل هشاشة العظام أو التهاب المفاصل هي الوحيدة المصرح بتجربتها إكلينيكيا على المرضى، وهذا بطبيعة الحال يجعل الصناعة تحجم عن الاستثمار في أدوية جديدة لن تتمكن من بيعها. ويرتبط السبب الثاني وفق بيلانتونو بالأول لقلة توفر التمويل اللازم لإجراء تجارب على الحيوانات ومعرفة تأثير هذه الأدوية بشكل مقارب لما يحدث للبشر. وتتابع: أما السبب الثالث فيتعلق بتصميم تجارب إكلينيكية للوقاية من العديد من الأمراض، إذ يتطلب ذلك عمل تجارب باهظة التكلفة وقد تستمر لسنوات. وقالت الباحثة في تصريحات للعلم: نحتاج إلى إيجاد وسائل لاختبار هذه الأدوية في ظروف إكلينيكية بحيث يمكن رصد تأثيرها خلال بضعة شهور في حدود تكلفة يمكن تحملها. في مصر أدوية الوقاية من الشيخوخة وبتعبير أدق تقلل نشاط الأمراض الشائعة التي تسبب الوفاة، وفق تأكيد تامر فريد أستاذ طب المسنين وعلوم التعمر بجامعة عين شمس واستشاري طب المسنين في هيئة طب المسنين بدبي، ومنها الميتفورمين الذي يستخدم لعلاج السكري وإنقاص الوزن وله منافع كثيرة، وهو رخيص وموجود في مصر تحت اسم جلوكوفاج أو سيدوفاج وفق فريد. وهناك أيضا التوت الأزرق والكركم وفيتامين د وزيت أوميجا 3 الموجود في السمك والزيتون والشوكولاتة الداكنة وغيرها. ويصل عدد المسنين في مصر لحوالي 6%، أي من يبلغون 60 عاما فأكثر. وأكد فريد أن أكثر الأمراض انتشارا هو تدهور القدرات الذهنية كالإصابة بالزهايمر، إذ تتراوح بين 4.5% إلى 21% لدى المسنين، كما يعاني 10% من المسنين عجزا حركيا أو وظيفيا، وتصيب الجلطات الدماغية من 3 إلى 5% منهم، وتصل نسبة الإصابة بمرض باركنسون الشلل الرعاش بين 2 و6%، أما الوقوع كمتلازمة مرضية مشهورة في المسنين فتصل نسبتها إلى 60% في الأسر المعيشية، منها 36 داخل المنزل، وترتفع إلى 63 في دور المسنين، وذلك وفق ما ورد في الفصل الخامس من مجلد الصحة الذي أصدره المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2016. وتشير الدراسة الجديدة إلى أن أبحاث المسنين ركزت حتى الآن على الأمراض الفردية أو تأجيل الوفاة، وهذا يعني غياب استهداف الآليات الأساسية للشيخوخة لعلاج تعدد الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر أو منعها. والأخطر أن المرضى الذين يعانون من عدة أمراض يتناولون كثيرا من الأدوية، مما قد يؤدي لآثار سلبية. وعن هذه المشكلة قالت بيلانتونو: إن الأدوية المستخدمة حاليا لها آثار جانبية طفيفة مثل ميتفورمين لمرضى السكر على سبيل المثال، مشددة على أنه من الضروري انتقاء الأدوية بشكل آمن وبأقل آثار جانبية ممكنة. وخلال السنوات القليلة الماضية أدت بعض العقاقير مثل رابامسين وسينوليتكس إلى تأخر تدهور الأنسجة وبداية الإصابة بالمرض لدى الفئران، وبإزالة الخلايا الهرمة يحدث إبطاء لعمليات تطور المياه البيضاء والتهاب المفاصل وهشاشة العظام وفقدان كتلة العضلات، كما تتحسن وظيفة القلب. ولكي تصبح هذه العقاقير ذات فائدة للإنسان لابد من تحقيق تقدم في 3 اتجاهات: أولا التوصل إلى تعريف محدد لتعدد الأمراض وأكثرها إنهاكا مع تقدم السن، ولتكن أكثر 5 أو 10 أمراض شائعة وأيها أكثر تزامنا، كما أنه من الضروري تحديد مسارات التعامل مع نشوء هذه الأمراض، وكذلك يجب تعريف الضعف وكيفية قياسه، إذ يتباين وصفه من شعور بالضعف وبطء الاستجابة وانخفاض معدل النشاط البدني وحتى الشعور بالإنهاك الشديد وفقدان الوزن لا إراديا. ويرى البعض أن ضعف السمع وتراجع الحالة المزاجية والنسيان هي أيضا مؤشرات للضعف. ولابد أن يتم هذا التعريف تحت مظلة كبرى المؤسسات العلمية مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية للدواء
وفي السنوات الثلاث الماضية عقد